فارس برفيت ملي حيث دوله جوين دليون قد تطور يشان جاد لما ألك الخوف أجول عن مران أمرو حاضلا إنجيل ربنا فادينا يسوع المسيح هذا الذي يتلى علينا ريح دفاع كيف تشبعون شلوعي شرفوا القنان عن كل الرحمة والعلمي زبنا وهوخي لدبق يوم تيد موران والوهان فاروق ديلان يشوع مشيحا من فتحاي أروه نتباسر من بثلتو قادشتو مريم هولندين هو خانو هو هاي مينا وقال يسوع وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم تحبون أنتم بعضكم بعضا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض سلامي أستودعكم السلام أعطيكم سلام ربنا في القيامة يكون معكم جميعا ليس كما يعطي العالم أنا أعطيكم كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكملوا فرحكم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحداً نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إذا فعلتم ما أوصيتكم به لا أعود وأسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحبائي لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحبكم لكنكم لستم من هذا العالم بل أنا اخترتكم من العالم من أجل هذا يبغضكم العالم والأمن والسلام